السلام عليكم يا جماعة. الشيف حسن في اللوك الجديد. تاتاراتا. عاجبك الازاز عامله فيا ده؟ لا انت اتكسيت. ايه رايك؟ مدفي لك دماغك. ده مش عايز اقول انا حاسس ان انا عندي صداع. لا والله. والله حاجة مسكنة من دماغي. بس التوك ده انا فاكراه. ده انا صورت بيه البرومو. ما هو انا بقول له ايه؟ قلت له ايه يا عم في ايه؟ هلبس توك. بس بجد بجد شياكه. والله العظيم. والله بقول له هلبس توك. قال لي يا عم ده هلا فخد لبسته قبلك. امان كده حبيبي حسون. ازيك يا حسون؟ عامل ايه النهارده؟ اخبارك ايه؟ وامبارح؟ امبارح يعني النهارده إيه؟ لا النهارده حلو. دجاج. دجاج؟ استنوا يا جماعه عشان انا هعمل لكم العصير النهارده. هعمل لكم شويه عصير بقى. انسوا بقى. بس حسونة هيعمل تشيكن كاجو. يا قلبي يا قلبي على تشيكن كاجو اللي هو الزور تشيكن فراخ كوك فراخ كريمة لباني كاجو دقيق وزبدة ملح فلفل اسود. نقول المقادير تاني. صدور فراخ كريمة لباني كاجو دقيق زبدة ملح فلفل اسود. بص بقى أساسا ابص احنا ايه يعني انا من هوايات ان انا لما احب اعمل الفراخ او اي حاجه بالفراخ لازم احط لها بصل وثوم. ليه بقى؟ يعني هو البصل والثوم بالنسبه للدجاج يعني لو احنا جايبينها اصلا كانت مجمده او الكلام ده كله البصل والثوم يمتص اي ريحه لا وغير كده لو فيها لا قدر الله اي بكتيريا ولا اي حاجه البصل والثوم يقضي عليه. تمام جدا. طيب فاحنا خدنا دلوقتي نص واحده ثوم مع شويه زيت صغيرين وثلاث مكعبات زبده عشان استاذه هاله ما تحبش الدهون كتيره. ايوه. وبعدين ناخد البصلايه مفرومه نص بصلايه صغيره كده مفرومه ونسيبهم مع بعض. ايه يا سيد مستعجل على ايه؟ سيد هيخش الثلاجه يا جماعه هتطلع حاجه بتاعتها. سيد داخل بسرعه جدا وراح فاتح باب الثلاجه تقريبا تقريبا الدنيا حر ولا حاجه فعايز نسي التلج نسي التلج. وبعدين هناخد ده ايه الصدور قطعيها زي ما انت عاوزه. في ناس تحبها كيوبس وفي ناس تحبها جوليان زي ما انت عاوزه ونحطها مع البصلايه على طول قبل ما تصفى. جوليان وتيوبس. التوك ده غيرك الصراحه يعني واقف جنب احسن واحده في العالم يا حبيبي. ربنا مش في يسعدك مصر بس ويخليك في العالم والله حسن. ربنا القلب الابيض والشفافيه الحمد لله. بصراحه بتعلم منك حاجات كتيره يعني. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. انت بقى بعلم فيك. انا عامله مدرسه يا جماعه. اول تلميذه عندي حسن. طيب قطعنا الفراخ وحطيناها على البصل والثوم والزيت والزبده كله مع بعضه بحيث ان هي البصله ما تصفرش ولا ان هي تاخد لون تاني. لا يبقى هو ده لونها. طيب وبعدين نحط بهارات بقى ولا ايه؟ بعدين اغير بس ال هتغير ايه؟ غير هو هتغير ملابسك. لا لا جو انت بس. بص احنا مخبيين الكاجو. ايوه انت مخبيه. يا لئيم. وانا عمال اقول يا رب النهارده الليله دي ما فيهاش مكسرات ولا ايه؟ هو عمال يخدعنا اقول كاجو مش كاجو. انا هعمل لكم بقى يا جماعه زبادي فواكه. مكسرات معانا اهي. عايز ايه؟ هعمل لكم زبادي فواكه. مش مركزين معانا ليه؟ مش عارف. في يا استاذ مجدي. ما بقول اعمل زبادي فواكه. الله يرضى عليك يا شيخ. ده انت بقى غريب بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ اوبا كل ده عشان الحاجات صحية مفيش أي حاجة. كل ده عشان أنا هعمل زبادي. هنحط الزبادي في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش زبادي خلاط يا أستاذ مجدي. زبادي بالفواكه. مش معقول يا أستاذ مجدي معلوماتك دي عن الأكل. فراولة فراولة. هوبا 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 اديها. موز موز. هوبا يلا بيتزحلق. ناخد واحدتين تلج معاهم. واحدتين لازم في العصير يا جماعه اللي يتعمل في الخلاط يبقى فيه ميه وتلج لانه التلج بيعمل ايه؟ اقول لحضرتك بيفتح لونه. التلج اصلا بيفتح لونه ويخليه القوام بتاعه يبقى تقيل. ويخليه القوام بتاعه يبقى تقيل. ناخد بس سن الكريمه لباني عليها صغيره بالشكل ده عشان يدي تيست حلو.
تمام. زي القشطة كده. اشغل يا باشا ولا احط شوية مية؟ سنة صغيرة. بس يا سيدي تسلم ايدك. تسلم. غطي. هوبا. العب بقى. العب يا ملعب. العب بقى الوانك. العب يا لعب. ايه ده اللي انت بتحطه في الكوبايات؟ بحط شويه جراندين. شويه جراندين يا جماعه. اللي هو فراوله. اللي هو فراوله. هو استاذ مجدي يا ابني. ماشي يا استاذ مجدي والله العظيم انت ما سهل والله. انا مفكرك طيب يا استاذ مجدي. جراندين. زي الجرانتيه. بس يا استاذ. بس بص حضرتك معانا الاستاذ محمود من القاهره. الو استاذه. ايوه ايوه استاذه. ايه الصوت الجميل ده؟ ازيك يا محمود؟ ربنا مش مصدق ان انا بكلم حضرتك يا حبيب قلبي. وانا كمان. عامل ايه يا محمود؟ بحب قوي وخاصه مسلسل حبيش. حبيبي ربنا يسعدك ويخليك يا رب. امرني يا حبيبي. لا بس كنت بتسلم عليك يا حبيب قلبي. ماما يا ناس والله. طب ماشي يا محمود. متشكره قوي يا محمود. وكده كل كام يوم يا محمود يبقى اتصل بيا. بحب قوي الاطفال يكلموني جنبي طفل. محمود راجل. راجل محمود راجل. مش طفل يا عم. ما تخليني اتكلم مع الناس. ده انت غريب قوي. هم اصحاب ولا اصحابك؟ ده انت خلص قوي. مش معقول بيعمل لوح. اتفضلي يا فندم. اتفضل فين؟ صبي بقى حضرتك. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هوبا هوبا. ده الجراندين اللي تحت ده. ماشي ماشي. تلاقي زي ما انت عاوز. مش فاهم حاجه. غريبه جدا يا استاذ مجدي بجد. حلو قوي. اصل لقيت شويه في قعر الخلاط. مش معقول هسيبهم مرميهم يعني. حرام. والكوبايات اتملت فظرفت على طول من الخلاط. الله يهنيك يا استاذ. شايله لك كوبايتك. ها قولي قولي. حطينا شويه زعتر. شويه زعتر. فلفل اسود. حطينا فلفل اسمر ومعلقه دقيق واحده. معلقة دقيق كمان يا جماعة. على معلقة دقيق. مكونات دقيق. ماشي. سنة ملح صغيرة اهي. تمام. طبعا الرز بتاعنا استوى. نحن عاملينه قبل الهوا كده. يعني الفراخ تستوي خالص خالص. ونبدأ مش هتدخل فرن ولا حاجة؟ لا 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 لا. طب يا عم انا بسأل. اتغيرتي. انت غريب قوي. استاذ مجدي غيرك على فكرة. انت اللي اتغيرت من ساعة ما محمد زازا حط لك التوك ده. قال لي وانت ما بقتش طايق روحك خالص بجد. يعني الفراخ لسه هتاخد وقت شويه. ولا وقت ولا حاجه. لا ولا وقت ولا حاجه. زي دي قربت تستوي. تمام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عارفه انا هتعمل ايه؟ هتروح قلبه في طبق ينزل فرانك فرانك. خد. اتفضل يا سيدي. حاضر يا استاذ. اتفضل يا استاذ. بنفسك يا فندم. الله العظيم ده كده كتير علينا. مش عارف انا. وايه الفراولايه دي كلها؟ دول فراولتين في بعض. يا سيد شيل الرز ده لبكره يا سيد. لبكره؟ للاسبوع الجاي يا سيد. لا بكره انا. بكره بس. الجرنجين. يلا اقلبه. حاضر. استني بس ثواني اضغط عليها. ياه. يا عم خلص. هو احنا هنفضل كده يعني؟ هنفضل كده. ماشي. ايه مش بقول لك استاذ مجدي غيرك؟ لا مش مصدقه والله العظيم. يا احسن شيف في مصر يا قلبي. الله العظيم. الله العظيم. ربنا يبارك. والحلويات كلها. بس عشان في ناس بتتضايق من احسن شيف في مصر. يتضايقوا. اللي يتضايق يولع بصراحه. ما يجيش غير كده. ايه ده؟
يا جمال ويا جمال. لا جديدة جدا صح، حاطط زعفران تحت. اي اي هو انت مقطع الفلفل ده ازاي يا حسن؟ بص حضرتك احنا خدنا عامله زي الشجره، فلفل اهو زي ورقه الشجره. خدنا ربع من الفلفل ده كده، وبعدين شلنا اللي هي الحته الخشنه اللي جوه واخدها بالسكينه من النص كده وافضل اقطع بالراحه. ده انت بترسم. بيقول ايه؟ بيقول ايه يا استاذ؟ في جاسوس عندنا معانا. مدام هيام من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هيومه؟ يا اهلا يا اهلا يا حبيبه قلبي يا نور عينيا مدام هاله. حبيبه قلبي ربنا يخليك، تسلمي لي يا رب. ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي. ماشيه بس على الشيف البطل. ايه الجمال ده يا حبيبه قلبي يا استاذه؟ عامله ايه؟ ايه الجمال ده؟ إيه الله يبارك. بروفيسور حبيبتي. لا الشياكه دي يا شيف، انا واقف جنب هاله فاخر يا استاذه، واقف جنب هاله فاخر. ربنا يخلي المخرج المميز استاذ مجدي واستاذ محمد زازا اللي هو لبسه اللبس الحلو ده. مدام هالة. نعم مدام هالة. عيني. ربنا يخليكي تسلم عينك يا حبيبتي ويزيدك محبة، وأنا فرحانة جدا للي هم بيساهموا، بدعيلهم من كل قلبي. والله ربنا يقدرهم دايما على فعل الخير. ما شاء الله بمزيد لله. الحب تملي يا رب، وكل فخر بدعيلهم من قلبي مدام هالة. اللهم أمين يا رب. ربنا يكرمهم ويجعلهم مستورين يا رب يا رب. ويشفي كل مريض يا رب يا رب يا رب إن شاء الله يا رب. ربنا يخليك يا مدام هالة. ميرسي يا هيومة. ميرسي يا حبيبتي. نعم يا روحي. انا بصراحه نفسي ومن عيني تيجي في اسكندريه. ممكن؟ حاضر. ممكن طبعا. بس يبقى في اجازه عندي. يا سلام. وناخد الشيف حسن. وتاخد الشيف حسن هيتيجي معانا؟ ده شرف لينا طبعا. هيجي معانا هو لازم على طول. انا ما بسيبش هاله فاخر يا فندم بتروح في اي حته. وانت تحت امرك يا شيف حسن. حبيبتي ربنا يخليك. ربنا يسعدك يا رب يا هيوم. ميرسي يا هيوم. ربنا يسعدك ويخليك يا رب. يعني الست عزماني وذوقيا قالت الشيف حسن. هو ده يا سيدي الكاجو، الفراخ بالكاجو. انت هتروحي من غيري؟ لا ما اقدرش ما اقدرش والله. بس بقول لك العجله على طول بتاعه العربيه. سؤال حضرتك اتفضل. يعني انت حطيت الكاجو على الرز؟ لا لسه يا فندم لسه. بص حضرتك بس تغلي غلوه. طب احنا قدامنا دقيقه. دقيقه خلاص حطينا ام الكاجو. ادي ام الكاجو. ماشي يا استاذ مجدي حاضر. حط شويه عنجب. بص عماد واقف قلبه وجعه. قلبه وجعه والله. قلبه وجعه. لا فاضل شويه يا عماد اهو. لا ما لسه هحطهم على وشي. لا ما فاضلش شويه يا عماد. خلاص يا عمده. هو دمر لك المكسرات يا استاذ مجدي. بص يا استاذ مجدي كده لو سمحت في ال الفراخ بالكاجو كده اهو كده. بص حضرتك احنا حطينا الكريمه لباني مع شويه الحليب الصغيرين اللي حاطينهم، ونسيب الفراخ تستوي مع الكاجو مع الزعتر مع الحاجه اللي احنا حاطينها، ونقفل عليها وما تاخدش 10 دقائق على النار. وبعد كده نغرفها جنبها الرز بالزعفران بتاعنا والحركات، وده العصير الحركات اللي مدام هاله فاخر عملته. عصير حركات دول الحركات كلها. ما انا بقول لك عصير حركاته. بص انت هنهزر. لوح وحاجات ومن لا. تحت بصراحه انت اللي عامل الحركات. طب قولي لي طب اللي تحت ده اسمه ايه؟ اسمه جراندين. انتوا كلكم جاوبتوا؟ ايه يا ولاد اللذينة؟ ايه؟ كله مساعدك؟ يعني انا اروح ال اللي بتاع اقول له اديني جراندين؟ طبعا هيديني بالقلم على طول. ليه ما الصفر طلع غلط. لا مش غلط والله. افرض انت بتسرح بينا دلوقتي. انا اقدر يعني في الصيدليه ولا في الماركت عادي؟ في الصيدليه اللي جنب الماركت. ايه العسل ده؟ ما بلاش. ايه العسل ما بلاش. انا ممكن نتعرف؟ عسل قوي. عسل قوي حسونه ده. بص حضرتك خلاص
النبي لو حتى ما استوت هتتاكل. لا بص حضرتك استوت طبعا، استوت جدا طبعا. بص حضرتك بدات تتقل اهي. نقط نقط على البنطلون لسه. لا نقدر عشان زازا ما اقدر ما اقدر والله زازا يمشيني. استاذ نوفل النبي دقيقتين اخويا الله يسترها معاك، دقيقتين اخويا الله يسترها معاك. ربنا يسعدك يا استاذ، ربنا يخليهم لك يا استاذ نوفل. شايله لك بقى كوبايه عصير إيه على اساس رشوه يعني. نعم اتفضل يا فندم. سيد مخبي الحاجات مني، سيد بقى ضدي، سيد ما اعرفش جاسوس. لا خلاص بقى ضدي، بقى جاسوس. لا لا مش سيد في حاجه مش طبيعيه بقت فيه ضايق. بص جايب لي ايه ما اعرفش، كل يوم والتاني يغير بس حاجه مخرمه يعني. حاجه مخرمه يعني حبيبي. شفتي جول سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد دي كده يا سيد. معلش عايز حضرتك حاجه خلاص، عايز حاجه مسدود. لا حاجه مخرمه. لا كاجو الصرف باين اهو، والله الصرف باين اهو عشان عماد بس. استاذ محمد جمال كان مدور على الكاجو من شويه. محمد جمال يا بابا ما تهموش حاجات دي. انا عارف انت تقولي لي يا استاذه، واحنا خلفنا غير محمد جمال؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا اهو. يلا يا بغل يعني عارف ازاي عشان حطم الارقام. خد يا سيد، شيل دول يا سيد، شيل دول يا سيد في الدولاب واقفل. اه يا استاذ ده رمضان. اه صحيح ده رمضان يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. يا رب يعود علينا بخير يا رب يا رب. اللهم بلغنا رمضان يا رب. بس خلاص كده خلاص الحمد لله. تاخدي بقى شويه عسل عليه. شويه عسل على ايه؟ عسل ابيض على ال... شويه عسل يا جماعه على الفراخ. على مين؟ حطي والله ما بهزر، بس ما تكتريش يعني. ايوه استاذ كده بس اهو على الفراخ. ايوه الله يفتح. دي تحفه تبقى. بص شايف انت الحركه دي وانا كمان يا استاذ نوفل شايف شايف. بس خلاص خلاص بتحبنا قوي يعني كرهتنا.